الوجهه الرياضي بالنادي الكاسي معنا الاطار التقني الوطني في بلد الزكي كالعاده قراءه تقنيه حول المقابله ديال اليوم. المبارك والمباراه في مسافه جديده ليست سهله رغم الحصه اللي هي كتكون ثقيله. كان في الصوت الاول فريق المغرب ديال زين الكناشي كان كيدافع بطريقه جيده وكنا مشاركين باش يمكننا نخلقوا فرص لحد تسجيل، ولكن من شدة الاطاله الاولى المرتاد بقينا ممرات لان الفريق ديال زين الكناشي خرج يلعب الكره وخرج من ديك التمتع تاعو وفي الاهداف كانوا يكونوا اكثر، يعني توافق المتعه والمرتاحه فقط تكون يمكن في اتجاه واحد. الزملاء الصحفيين الاسئله تقتصر عند هو وذكر المنبر اللي ينتمي اليه الجامع الصحراوي. السلام عليكم، شفق الزعراوي موقع وداد مايكرو. سي زكي شفنا اليوم يعني خطة فريق الوداد البيضاوي كان لاعب بدون خطة في الشوط الأول ومعظم فترات الشوط الثاني، يعني واش كانت هذه خدعة من سي زكي لفريق الرجاء البيضاوي، يعني خصوصا أنكم مقبلين على مقابلة الديربي أو لا، يعني اللاعبين ما طبقوش الخطة ديالك بالحق؟ كان مسلوب الساعة بدون خطة لكن الخطة هي اللي شفتو وقال لي اللاعب أبو فضل لم تم لعب وقتيلة إلا شي حاجة بحالها، وقتها نظن بأن كل اللاعبين خطة بشكل أكبر من الفريق، لكن المشكل اللي كان عندنا هو الفريق ديال الكلاسيك كان كيدافع بطريقة جيدة، كان كيدافع قصاد اللاعبين اللي ما خدمناش الممرات يمكننا نستغلوهم رغم النوعية ديال اللاعبين اللي عندنا في الهجوم. من بعد واحد ربع ساعة بدنا التفجير وحلينا الملعب بطبيعة الحال، بقينا بعض المرات بقينا بعد فرص اللي تقدمنا الهدف الاول ومشينا الهدف الاول، كنظن بان فريق ديال المغرب ديال الديمقراطية خرج لعب الكرة، راه شفنا فريق واحد اللي كان داخل الكيرس هو الوين باش تقول اللاعبين الخطة في الأكثر من خمسة يمكن كنلقى لها خطأ. ألف تسليم. يوسف الشامي راديو مارس، سي زكي حنا كنقول لك واش بلوكا بلوكا. كنت نقول كان عندك اعطار بزاف اليوم، شفنا من قريب تواصلت يعني في الكونغرا مع ابراهيم. انا بغيت عندي سؤال شويه غيكون بعيد عن المباراه، بغيت نقول شنو الراي ديالك في اللاعبين الشباب اللي كيف الان كيتدربوا في الطريق الاول بحال راشدي والعطوشي وكذلك كان الاصبحي، واش يعني نصيب بزاف يعني خديتي فكره واش ممكن انك تقدر تعتمد عليهم في المباريات المقبله؟ انا كنت مع في لاعبين عندهم امكانيات جيده ولاعبين اللي جيت في بعض الوقت اللي صعب عليا نقحلهم، لان كيف الاول ما عنديش الوقت باش نكون مباراة تحديدية، ما عنديش الوقت باش نبدي نعطيهم المسائل اللي هي تكتيكية وكنا نشوفها خاصة الضغط في مباراة حديدية وكل اللي ناخذ ريسك، لان كنعرفوا مباراة ديال الشوط الاول وحنا معقدين الفرق الامامية اللي خصنا نربحوا النقاط. لهذا لم تسمع لاعبين جيدين ولكن الوقت تاعهم باقي ما كاينش في الساعه هذه، لهذا فانا الاعتماد تاع المنخاري لان عنده خبره وعنده كذلك تجربه وكذلك سعيد لعب ذاك هذاك البوست، رغم ما كنشوفوا الفريق ديال الوداد كنشوفوا اسامه الله رجع كاين منخاري فهو جديد مسن اللي كان في اي وقت كنحتاج سواء الهضروات ولا واش، يعني ما عندناش دفاع قاد ناقص في اسبوع واحد كيمشي لك رابح وكيمشي لك بنجاح ومسلسل كيلعبو، رغم ذلك فالدفاع ديال الوقت اللي كان واقف بطريقه جيده وقام داكشي اللي مطلوب منه. محمد بلوك من جورنال ماتا، سي زكي شنو هو الاهتمام فاش كنصب الاهتمام ديالك الان توجد الفريق ديال الميلان؟ واش جانب فكري، جانب نفسي، جانب بدني الى اخره؟ ولكن كيوجد الفريق كيوجدوا من جميع الجوانب سواء التقنيه او البدنيه او التكتيكيه، واحد اللاعب نفسه مهم لان الفريق من اللي كيبغي يلعب وكيبغي يربح، فاللاعب النفسي كذلك المعنويه كتكون مهمه، فلذلك ما نساوش حنا متاخرين في بزاف ديال الحوايج لا في الاستعداد البدني ولا كذلك في
في البدايه ديال الموسم اللي ما كانش في المستوى اللي تهضرات بعض النقاط اللي هي مهمه وكيحسن ذاكوره لان كيحسن الواجب عندنا نلعبوا خايب نلعبوا مزيان ونربحوا ونفرجوا هذا بالنسبه لنا حنا اللي كاين نقطه ديال النقاط كيخصها تكون في الراسين ديالنا. إذا كنت عن قاعدة جريمة كبيرة المصرية تأثرت على الأداء التقني والتكتيكي للاعبين اليوم. وتنظن الحصة كتجاوبك. بدك جاتني ونسولك على حواطين من الهدافين ديال الوداد وما حضرش المشكلة ديال الوداد. وتنظن ما حضرش المشكلة ديال الوداد ولكن حواطي فهو هداف هو تربح الوداد. هذا كنشوف التواليت حتى ديال الوداد فابريس هو حتى ديال الوداد هذا بالنسبه لي انا فكنشوف اللاعب اللي جاي على حسب المباراه على حسب المعطيات اللي كاينه الاهم الان هو تغيير النقاط وتتصدير فرص ديال الاهداف حتى واحد ما يفكر الحواصي هادو خيارات التوزيع اللي كنعتمدوا على حسب النوعيه ديال المباراه والنوعيه ديال اللاعب بشكل مجزء. إدريس عبد الرزاق مدير جريدة الصفراء ورئيس التحكيمية. سؤال سي زكي بغيت نعرفو واش نتوما هي كتبو ما فيه الكفاية باش توقفو المسيرة ديال الرجاء بكم الاتصالات ديالكم واش قدرتو توفقو اللعبة ديالكم باش يقدرو يوقفو المسيرة ديال الرجاء البيضاوي يعني تكون في المقابلة المقبلة إما